السلام عليكم وزهر ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين ام ملاك. الا كنتي جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي جديد. توصلكم مرحبا بكل واحد متابع قناه شين ام ملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. اليوم بغيت ندير لكم روتين جديد، روتين يوم الجمعه بعد رجوعي من المدرسه، يعني بعد رجوعي من المغرب. نعتذر البنات كما كتشوفوك يعني في المغرب، رانا عاد كيجينا البارح لبلجيكا. هذا ما كان بغيت ندير لكم اليوم روتين مهم. جمعه مباركه ان شاء الله، ما تمنيت عليكم في حياتكم. اليوم اول نهار دخول المدرسه ديال ملوكا، كما راهي بان لكم ملوكا هذه راه هنايا ماشي المدرسه، راني ديها المدرسه. مهم راكم نتوما معايا باش تشوفوا شنو كاع غادي ندير في هذا النهار ديالي. مهم البنات كما كتشوفوا دابا رانا نوجدوا هنايا الفطور. جبنا يعني حطيت شويه حوايج جبتهم من المغرب، مثل الزيتون اكحل، مثل يعني سلو، مثل الكاك الوجدي. يعني حطيت عاوتاني الفرماج، الفرماج ديال هنايا سي نورمال. حطيت حويجات هاك شويه هاك. هذا ما كان البنات يعني غادي نفطروا. مرحبا بكم وزاتي كما كتشوفوا هنا من بعد العوده من المغرب الفاكانس قضيناه، كملنا الحمد لله قضيناه يعني مزيان ورائع. وصورت لكم فيديوهات ودرت لكم كلشي لي فيديو، خصني غير نرد لكم الفاكانس ديالي ديال المغرب. بسمحوا لي غادي نحط لكم روطال لان درك ها عندي القرايه، خصني نمشي نقرا، خصني عندي الحوايج بزاف مع الدار مع المشاغل. يعني ماش نبدل شويه المونتاج دوك ديال المغرب حتى نبعد شويه ونعدل لكم. المهم رانا نبقى نحط لكم فيديوهات السابقين دياولي اللي معدله. مهم دابا بغيت نشارك معكم الحويجات اللي شريت من المغرب، يعني ما شريتش حوايج بزاف، يعني ما غاديش نوري لكم اي كلشي ولا غادي نوريكم المشتريات ديال المطبخ اللي شريتهم من المغرب. ما كاينين يعني بحال الكسوه الملابس ولا يعني ماش قاش عاد نوريوها عادي. يعني المهم بغيت نشارك معكم هاد الحويجات ديال الكاطو. كما كتشوفوا هذا ديال السيليكون هنايا ديال الكاطو، هاد الشكل عجبني بزاف كيجي رائع. تقدروا هاد الشكل البنات تقدروا ديروا فيه حتى المقروط اللي كنديروه، تطبعوا هنا المقروط وتقلعوه وتقليوه في الزيت، المقروط اللي كيتقلى في الزيت ولا ديروه في الفران كما يبان لكم. كذلك هذا شريته على حساب صابلي، صابلي البريستيج اللي كيتعمر عجبني بزاف، كنت مقلب عليه ولقيته وشريته. شفتوا عاوتاني شريت هادو ديال الشوكولا ضروري، هذا على شكل مرايا. شوفوا كي دايره، انا عجبني هادي، عجبتني كنت ندبر عليها واحد المرامي لقيتها وقلت ضروري نشريها. وهذا الشكل عاوتاني هنايا شريت له المارشمون ديالها ديال الصابلي، يعني هذا على حساب الصابلي كما راه يبان لكم. شفتوا البنات يعني ترسمي ديري الصابلي هذا، وهذا الشوكولا ديالو كيبقي به، هذا هو المارشمون ديالها. وعاوتاني شريت هذا عاوتاني كان عاجبني بزاف البنات، بزاف الناس يديروه، انا عاد كنت صادفت معاه وشريته. وشريت له المارشمون ديالها، ها هو المارشمون ديالها. شريت هاد الطبيسلات شريتهم من تافوغالت، كنا مشينا للمنطقه ديال تافوغالت، يعني مناطق جبليه رائعه. جيت لي جيت بركان وجده بحال هكا، شريت هاد ثلاثه ديال الطبيسلات. شريت هاد الغرف ديال التراب، من عشاق الغرف ديال التراب، نشرب فيها هنايا كتعجبني الريحه ديالو، كنموت على الريحه ديالو. شريت المطرح ديال يعني الخبز ولا الحشره اللي ما جبتهاش، خليتها في الباكاج ديالي حتى اللي صفطوه لي. المهم هادو شريت معطاني ديال حساب الكيك، نزوق الكيك هادو صغار، هادو شريتهم من المدينه كما راه يبان لكم. كذلك شريت هذا على حساب بحال الكاطو ولا شي حاجه بغيت نديرها. شريت هادو تاني كان حساب الكيك الصغار، عجبوني هادو شريتهم. شريت خمسة البياسات،
وهنايا راني شريت المنكهات، راهم هنايا كاين بيستاش، كاين فريز، كاين كراميل، غادي نوريهم لكم هنا. ما شريتش بهم بزاف، شريت غير ثلاثة ديال النكهات. يدير النكهات دير 5 دراهم، انا ما شريتش بزاف، مرة اخرى ونشري يعني، انا ما بغيتش نشري بزاف لان ما كنستعملش هذا الشيء بزاف، بغيت نستعمل، بغيت نشري هاد الانواع من بعد، ولا الواحد يشري حاجة اخرى عاوتاني. شوفوا البنات هنايا هذا راه كراميل، هذا كديري به شويه ينكه لك، هذا هنا فريز، وهذا هنا البيستاش. شريت النكهات وشريت هنا المول العجيب، ديك خطات ملي كنت مشيت المغرب شهر زوج كنت شريت المول العجيب ديال القلب، دابا شريت هذا مدور، لحقاش خطات كنت ندبر على المدور ما لقيتوش، لقيت ديال القلب، دابا شريت هذا مدور، دابا عندي ديال القلب وديال هذا مدور. المهم هادو هما المشتريات اللي شريتهم اليوم، شريتهم من المغرب، لا يعني الحوايج ديال الكسبة ولا الحوايج اللي جبت معايا من المغرب، راكم تشوفوا ضروري الواحد من يمشي يجيب. كنت جبت الكعك معايا، جبت السلو، جبت الحامض، لان احنا عندنا الاب ديالي عنده البادية ولا كل شيء غارسه في البادية، جبت الحرور، جبت الهريسة، جبت كل شيء يعني الحرور ديال البادية، النعناع ديال البادية، كلش كلشي جبتو يعني امام البلاد جبتهم معايا. المهم والكسبة اللي شريت عاوتاني، المهم هادو هما المشتريات اللي شريتهم ونتمنى يعجبوكم. ودروكا غادي نمشيو نديرو الغدا، نديرو الكسكسو كما كتشوفو، اليوم الجمعة، جمعة مباركة على الجميع، ان شاء الله ما تمنيتو في حياتكم بالصحة والهنا وراحة البال. وكما راه يبان لكم اليوم ملي جينا من بلجيكا لقينا الجو البرد فيه والغيام، خلينا في وجده الجو مشمش، وجينا لقينا هنا البرد والغيام، ما يعني ما لقيناش الجو مشمش. المهم دابا غادي نمشيو نديرو الغدا، ما نكثرش في الهضره بزاف باش نسربيو الغدا ديالنا، وانتم راكم معايا تالتالي، وما تنساوش شين املاك باللي كتبغيكم وكتقول لكم راكم في القلب دائما. وكنشكركم على الدعم ديالكم بجد، كنشكر كل واحد مدعم قناة شين أملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب، كل واحد مساند قناة شين أملاك، من الأسرة ديالي، من العائلة ديالي، من الأب ديالي، الأم، إخوان، الأخوات، كلهم كنشكرهم، من الصديقات ديالي بجد بجد، الصديقات ديالي من أي ناحية، من أي دولة، ما شاء الله عليهم، كنقولهم كنبغيكم بزاف. وكنشكر الاخوات كاملين كاملين كاملين، ونتمنى تزيدوا الدعم لقناة شين أملاك اكثر واكثر باش تزيد في المشاهدات. كما راكم تشوفوا البنات المشاهدات شويه عندنا ناقصين، واخا زابوني عندنا ولكن المشاهدات ناقصه بزاف. نتمنى البنات الواحد يشاهد بجد ماشي يدخل ويخرج. وشكرا لكم، ويلا بقوا معايا حتى التالي. الغزات ديالي كما كتشوفو دابا رانا غادي نديرو الكسكسو ديالنا، يعني كل واحد وكيدير الطريقة ديالو ديال الكسكسو، أنا بغيت ندير لكم الطريقة ديالي، يعني كاين اللي بغى يجرب الطريقة ديالي، كل واحد كيفاش كيديرلو. المهم أنا غادي ندير لكم طريقتي. هنايا كما كتشوفو راني درت الدجاج، غادي نشعلو النار غاز، المهم غنديرو الزيت، نديرو البصلة، قطعت هنايا بصلة، غادي نشحرو البصلة مع الدجاج والزيت، غنديرو العطرية، كما تشوفو يعني أي ست تعرف دير الكسكسو، يعني هادي الطريقة ديالي أنا بغيت نديرها لكم. دابا غادي نديرو العطرية ديالنا، نحتاجو الملح، البزار الأحمر، ونحتاجو الزنجبيل،
هنحتاجو إبزار، الإبزار هنا، هنحتاجو القرفة، قرفة شوية قرفة، نحتاجو الكركمة، غادي نخلطهم مزيان اللي هو هاد البصلات تشحر مع الدجاج والعطرية. غادي نديرو الحمص هنايا، يعني كل واحد يدير مقدار الحمص اللي يبغى. نديرو يعني القزبر، انا ما عنديش القزبر، ما يعني ماش ندير القزبر، المهم القزبر ضروري واحد يدير طعم القزبر، انا راه ما عنديش. غادي نخليو هادشي يتقلى مزيان ونقدروه بالماء. البنات كما كتشوفوا دابا انا قطعت هنا الخيزو، غادي ندير الخيزو ديالنا، جزر، نخليه يطيب. غادي نمشي نجيب معلاك من المدرسه، نمشي نلبس حوايجي باش نمشي نجيب معلاك، عاد نولي ندير الطعام يفور وندير الخضره الاخرى. المهم نتوما راكم معانا. Op Woestkamp, hè? Dus het is kwart voor drie daar zijn, kwart voor drie speel. Het is half uur, kwart voor drie. Half uur speel. كتشوفو البنات هنايا هادو ديال المكياج ديال العينين، 79 سنس، كاين 5 ديال الألوان. كاين هادو ديال الشنايف دايرين هادو 79 سنس، فيها جوج. هنا التقاشيرات، ندي شي تقشيرات على حساب البرد، وعارفين يا البنات شي حالة بردت خصنا ضروري نديو شي حاجة ديال البرد. غزالاتي كما كتشوفو هادو لي كيبغي يدير الحوايج بحال لي بغا يخدم شي حاجة، ولا نقولو يدير الديكوراسيون، ولا دايرين حنا الحوايجات بزاف، وأثمنة مناسبة يعني للجميع. شفتو هنا دايرين الصوف لي بغا يخدم الصوف. Thank you.
بناشف هالطيس ديال الزاج دايرينهم يعني اللي يبغي على حسب يمكن الفريز يحط فيهم زوينين شفتو زوينين فنين. ومن دايرين حوايج الكاطو هذا هنا ديال الكب كيك دير الخمسة أورو هذا هنا يمكس هذا اللي لينش في مثل الماكلة تحطي فيه بلا شوفو هاد هنا المقالي شوفونا دايرين هاد الطنجرة 12 أورو 99 يعني 13 أورو البنات كما كتشوفو هنايا عندهم الكيسان رخاص أثمنة مناسبة ديال الكيسان شوفو بحال هادو دايرينهم أورو 99 سنت شفتوهم يجمع يهز 31 سنتيلتر يعني الكاس شوفو هادو 3 أورو 69 يعني دايرين الكيسان بزاف الاشكال شوفوا هذا بشحال زينين هادو عادي سامبل يجيو المناضة يجيو الماء اورو 99 دايرين لهم هادو هنايا 6 ديال الكيسان دايرين لهم 2 أورو 99 هادو هما البنات كما كتشوفو هادو حطوهم هنا جداد في اكسيون
زوينين هادو تخوا بياس، كيحطو هكا عليهم ديكوراسيون، ولا كاين هكا مربع وكاين هكا هاد الشكل. هادو هنايا حطو الحوايج جداد يعني. شوفو هادو تانيك زوينين عجبوني، ثلاثة هادو دايرين لهم 6.95 أورو. شتو هنايا دايرين هكا هاد السيدات 4.95 أورو. الأشكال هنايا سيد شو شعل مخربقينهم هنايا كافر. حنا دايما هنا يجيو ناس تخرب الحوايج. هادو هنايا كيما ما هيبان لكم، هادو سوايع دايرينهم 1.95 أورو، يعني ماشي غاليين زوينين. وهادو لي فانوس دايرينهم 12.95 أورو. هادو هنا زوج كبير والصغير، عجبوني بزاف. شو كي دايرين لهم البنات كيما كتشوفو، هادو زوينين عجبوني بزاف. غزالاتي كيما راكم تشوفو، دابا رانا كملنا الجولة ديال اكسيون، دابا رانا ماشي للدار. مشينا شرينا شي حويجات، مشيت حوايج بزاف. شريت بعدا هاد الطاسة الملك ديال على حساب القراية، ولا تبقى تقرا بها. وهذا مكان شريت شي حويجات، شي كي نقولو لهم قلم الرصاص على حساب القرايه من غادي نمشي نقرا. شرينا يعني شريت مسيسكات الملاك، شي حويجات. ودابا رانا غادي نمشيو للدار، ما عنديش انا حوايج بزاف، المهم غادي نمشي غادي نوريكم شنو شريت الملاك. صافي هاكم نتوما تبقاو معايا حتى التالي في الجوله ديالي اللي درتها لكم. كما يبان لكم الجو اليوم عندنا مغيم مغيم، وكانت الشتاء كطيح. شوفوا الحلاقي راه دايره، السما راه مغيمه شفتوا. ودابا غادي نمشيو للدار، يلا بقاو معايا حتى التالي. زلاتي كما كتشوفوا راني دابا جبت من اكسيو، بغيت نشارك معكم هاد الحويجات اللي شريت من اكسيو. يعني ما شريتش حوايج بزاف، ولا شريت حاجه قليله. المهم غادي نبدا معكم. اول حاجه شريت هاد الطاسه الملاك على حساب الدخول للمدرسي. شفتوها كما راه تبان لكم سهله في التفتيح، ماشي صعيبه. ملاك ديجا عندها ولكن جبتها هادي وبغات تشريها. شريتها لها، شريت هاد الحزامه على حساب السروال ديالي. شفتو كما راه تبان لكم هاد الحزامه عجبتني بزاف. واخا غتشوف الاكسو ما نقولوش ما تشوفش الحلوه ولا الالعاب الملاك. المهم هاد المره سلكنا ديت لها هاد الحلوه. شريت لها هاد المسيسكات كما راه يبان لكم. شريت هاد التقاشيرات هنا، يقولوا لي 7 د التقاشيرات، 7 التقاشيرات على حسب المشتى. شريت الملاك هاد المسيسكات عاوتاني، وهادو شريتهم راسي دخول للمدرسي كما راه يبان ليكم. شريتهم على حساب المدرسة. شفتو كما كتشوفو راني غادي ندخل ان شاء الله نقرا اللغة ديال على التاريخ ديال بلجيكا، غادي يعني لانتيغراسيو ان شاء الله ندخل نهار الاثنين. وقلت شريت هادو على حساب باش نقرا. مهم هذا هو الفيديو اللي درت لكم ديال اليوم، نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الجوله اللي درتها لكم في اكسيو تكون عجبتكم، يعني شفتوا الجديد ديال اكسيو شنو حاطين. صراحه حاطين حوايج بزاف، حوايج زوينين وخاص غير واحد يشري وصافي. مهم نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش قناه شين ام ملاك باللي كتبغيكم بزاف بزاف بزاف، كتب لكم راكم في القلب هنايا. شكرا لكل واحد مدعم قناه شين املاك، ونتمنى الدعم الاكثر والاكثر. بيزو كبير لكم كاملين، وشكرا شكرا شكرا. يلا بسلامه.